صباحكم الله بالخير والعافيه مشاهدينا الاحبه اينما كنتم، ورحبوا بكم اجمل الترحيب، حياكم الله وبياكم في حلقه جديده من برنامج واحد من الناس اللي عودناكم دائما نطلع عليكم بهذا الوقت الصباحي لنقل يوميات مواطنينا في بغداد، وتحديدا اليوم في الباب الشرقي او باب الشرجي اللي يعتبر واحد من الاماكن المهمه تجاريه في العاصمه لسبب وجود البضاعة، لسبب التعامل المختلف، لسبب الرخص اللي موجود، ولسبب قدمها. يعني المنافسة اللي موجودة في باب الشرجي ما تقامونه، يعني ما تلقاها في غير مكان. يعني بالتالي اليوم جيناهم راح نسولف بتفاصيل، نسولف بتفاصيل باب الشرجي كان مثل قبل. باب الشرجي كان يستقبل أعداد من المحافظات، ما زالوا متوافدين لباب الشرجي. باب الشرجي عدد المحال التجارية تقريبا القديمة والجديدة نقدر نسولف فيها، وجودهم في هذه المنطقة مهم، حركة تجارية موجودة، يعني كبيع وشراء موجود. الاقتصاد هو بصراحة موضوعة الاقتصاد خصوصا الدولار، يعني راح اسولف عن الدولار شوي لانه هذه المناطق تتضرر بسبب دولار، يعني ارتفاعه او انخفاضه او عدم استقراره هواي يتضررون منه الجماعة، لانه هذا قوت يومي. يعني هذا الباكية الجقاير والبنطرون، هاي الشغلات يعني كلها يعني تمشية حال يومية. يعني اذا اجت بضاعه واستلم البضاعه واختلف عليه الدولار كل الربح يروح وحتى راس المال يروح، فبالتالي اكثر المتضررين، يعني اكثر المتضررين هم الناس البسطاء، الناس اصحاب البسطيات، الناس اللي يبيعون بشكل قوت يومي، هذا هو اللي يتأذى أكثر من عدم استقرار الدولار، عدم استقرار الأمني، عدم استقرار السياسي. وبشكل أو بآخر الاقتصاد هو كله متراجع في كل العالم، لكن العراق هو أكثر متضررين لأنه ماكو آلية عمل اللي تحجم هذا الخلل أو تحجم هذه الكارثة. لذلك تشوف أغلب مناطقنا الآن تعاني معاناة كبيرة من موضوعة الدولار، الأسواق تضررت، أموال هدرت للأسف ولعدم استقرار السوق. هذا جانب. جانب الآخر موضوعة الخدمات، احنا دائما بالشتاء هذه المناطق القديمة في بغداد، باب الشرجي، هذه المناطق يعني المربعة السنة كذا، المناطق ناصية. بالشتاء إذا كان اكو مطر وكانت اكو زخات المطر سريعه راح تسبب كارثه عند هاي الناس وتمنعهم حتى من يفتحون رزقهم، لانه تكون اكو منطقه تصير عباره عن مسطحات مائيه. في 2022 23 احنا داخلين على 23، ما بقى لنا الا ايام. نتمنى العام الجديد تكون يعني عام عمل، عام الاحساس بالمسؤوليه، عام لمقاربة الناس، لمصارحة الناس، عام لتلبية طموحات الناس، عام لوجود حلول لمشاكل الناس. هذا اللي نتمناه. يعني ما راح ننافسكم ابدا على الكرسي للمنصب، ما راح ننافسكم ابدا. هذا جانب. الجانب الاخر الحركة التجارية سولفنا بيها، طبعا المحال التجارية اللي موجودة في هذا المكان في باب الشرجي، احنا الآن من باب الشرجي إلى السنك، وهذه يمكن أغلب المناطق هي اللي تكون أكثر شعبية، هذه المناطق هي اللي تكون أكثر سعة للناس أو تقبلها للمواطنين. كل المواطنين اللي عنده شغلة يجي لباب الشرجي، اغلبيتنا من نريد نسوق باب الشرجي، اغلبيتنا من تكون موجودين
نريد انه فتح حاجه معينه، تروح الباب الشرجي تلقاه تحصلها. الرخص اللي موجود وايضا الحاجه اللي متوفره بشكل او باخر، حتى الحاجه القديمه اصبحت الان متوفره بشكل كبير جدا. يمكن في بعض الاحيان ما تكون اكو فد يعني الحاجه مثل الاحذيه وهذه المواد البسيطه ايضا هي ترفد الناس بقضيه انه واحد يقدر يشتريها 5000 وال 2000 3000، لكن في غير اماكن تكون الاسعار مختلفه والاسعار مرتفعه، فلذلك يكون اكو بيها شويه ضغط على المواطن ويحس بثقلها، من يشتري الماده يحس بثقلها لانه اسعار عاليه. مواد البال ايضا لعبة دور بالباب الشرجي لانه حاجات ثمينه تلقى حاجات مهمه. السلام عليكم عمي، شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله زين، شلون الامور؟ مرتاح ان شاء الله؟ الله يديمك، الله يحفظك. شلون الاحوال؟ هذا لقاءنا الثاني لو الثالث يمكن. يا قناه زاغروس فضائيه، حياك الله. الله شلونك؟ نحمد الله، شكرا، الله يخليك. الله يديمك، الله يحفظك. الحمد لله. شلون الشغل باب الشرجي شلون؟ والله الحمد لله، احنا مقتنعين يعني هو يوم اكو يوم ماكو. اي ما يعني هو مو دائما يعني هو اكو يوم موجود يوم ما موجود يعني حسب الطلب. هسه الناس انظلت يعني شويه تتجه لهي القضيه لانه حاجه اصليه حاجه نظيفه يعني. اي بس الشغلات الاكثر شيء هسه الشغلات الكماليه الناس ما تشتريها يعني، يحسب حساب المواد الغذائيه مثلا يصرف. اي الاهم المهم. اي انتم منين هسه بضاعتكم؟ هم صارت دولار هي قضيه؟ هم بدولار يعني، حتى انا اساس ازيد شيء اخذ اغراض من البالات يعني، البالات يجيبون والباله هم تروح يقول والله انا زيده السعر عليه بالكيلو. بالضبط هذا الكيلو كان 3 صار ب 4.5، فهم يروح يضيف. اي بس انتم شلون مناوش بالوضع يعني بالماده لو فوق فوق؟ لا لا والله انا بالنسبه لي اطيهم راس يعني، بعد ما اخر يعني ما اعرفهم يعني، ولو يثقون بي يعني ثقه موجوده ان شاء الله، بس احنا يعني ناخذ منهم تشيك يعني. هو يريد يبيع يعني، يجيب بضاعه يبيع الشغلات المهمه، ويبقى الاخير شيء يبيع بيش مكان هو رابح يعني بكل الاحوال. لا القصد انه تجيبون حاجه على قد مكانك يعني. ما ما تقدر تجيب حاجه لا ثقيله ما اقدر يعني، شغلات مرتبه مثلا شوف ملاكمه مثلا شنو طوبات هاي شغلات. اي غاضيه كمان بالطوبه الامريكيه كره. اي اي هاي الطوبه الامريكيه، واكو ركبي هاي يسموها امريكيه، بس ذيك اللي هاي ما بيها قطع، هاي يسموها ركبي، لعبة استرالية اوروبية تقريبا كل العالم يلعبون بها. تقريبا احنا ما كنا فاهمينها لعبتهم، هسه يمكن لان التلفزيون ولانه شوي الناس ظلت تنتبه وتتلفت لها القضية. اكثر العالم ياخذوها للزينة يعني، يخليها بالسيارة يخليها معرض ايش اكثرها اكثر شيء هذا ما يلعبون بها. قد اسعار عندنا؟ والله هذا نبيع بخمسة باربعة مرات يعني حسب المشترى ماله. عندك شيء شغلات ثمينة مثلا بالة حلوة جديدة؟ مثلا هاي قبضات مال ايد، هاي بها عداد وتقدر تقويها يعني من 5 كيلوات الى 60 كيلو، بها مثل جيتش. والشفوف مال حديد، شفوف مال حراسة مرمى، مال ملاكمة، شغلات رياضية كلها يعني. الله يوفقك، ممنون لك علي، ان شاء الله رزق الحلال جميع ان شاء الله. الله يبارك بيك أحمد. الله يبارك فيك ويسلمك عمي، حبيبي عمي. يلا اشتروا، ترى مناسب الحج، مناسب يا ولد. السلام عليكم، شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله شلون الاحوال؟ والله الحمد لله، مرتاح ان شاء الله. الحمد لله. جولة اليوم باب الشرجي؟ اي والله. ها؟ اي اشتريت شيء؟ والله بعد نزل طبينا. يلا باب الشرجي كل شيء تحصل به؟ كل شيء موجود الحمد لله والشكر، كل شيء موجود. اذا تريد العاب موجوده، اذا تريد طوبات موجوده، اذا تريد مواد ايوه كل شيء تحتاجه هنا. بورصه صحيح، البورصه مال باب الشرجي بورصه.
عنا العالم من بورصة بغداد، بورصة العراق من مو بس بورصة بغداد. بس اختلف الوضع عن قبل لو ارتفاع الدولار أثر السوق كله. يعني صارت هم البضاعة موجودة بكل مكان. لا مو بس هاي باب الشرجي أساسي ستاندر هو، بس صعود الدولار ده أثر على السوق كلش، دمر يعني دمر الاقتصاد. يعني هسه احنا بدل ما كنا يومين نشتغل هسه صرنا بالاسبوع يومين من ورا الدولار. شنو شغلك؟ ألمنيوم، خلفات ألمنيوم. ألمنيوم تتجولون بباب الشرق؟ ما في شغلات نواع منه. لا لا كان شغلكم ما واقف يعني. اي كان ما يوقف. وبالرغم كان المواد اغلى وكان دولار مناسب بس شغل اكو. زين الناس اكتفت انه مرحله البدايه الناس كلها اشترت والله من يوم وناس جديده. ماكو اكتفاء لان اكو بناء، اكو بناء هسه اكو تطور به واكو بناء، يعني عالم جاي تبني باستمراريه. بس صعود الدولار جاي ياثر، المواد تصعد وشغل ضعيف. الله يكون بعونكم. وانا جدا اشكركم. حبيبي الشرف. جزاكم الله خير. حبيبي. تحياتي بالسلامه، بالسلامه ورده. يعني شوف حتى على ابسط الاشياء نجيب سالفه الدولار، على ابسط الاشياء، يعني القضيه تتعلق بالدولار بشكل مباشر، يعني ما ابدا ابدا يعني موقف الدولار سبب مشكله للناس، وخلي اقولها بصريح العباره حطم العالم، يعني دمر العالم لابسط المستويات. يعني شلونك عمي؟ شو اخبارك حبيبي؟ قواك الله. شلون ماشي؟ جملة. لا احنا نبيع مفرد. مسوي البلاستيك على ايش قد؟ بلفين الكفر، والكفر بحلقه ب 3000. انتم هسه صارت منافسه بالمحلات عندكم هوايه. وهم بسطيات بالشارع هوايه. صحيح. وباب الشرجي معروف عنه رخيص. رخيص بس محلات هم يعني ايجاراتهم هواي، 10 ورقات 12 ورقه. اي احنا ما علينا ايجار. احنا من التاجر قبل نبيع مفرد، فايدين الناس، شغلتنا خدميه. يعني موفري له 3000 فرق بدون ما يعاملنا ب 2000 دينار، ابو المحل يبيعها بخمسه وبثلاثه يبيعها ب10. فهاي الفرق بيناتنا. يحسب حساب ايجار. ايجار اي ومولد وكهرباء وعمال هم حقهم. اي شلون شغلكم اليوم؟ والله بالشتاء زين بس بالصيف دمار شوي. والله انت بس هاي الشغله عندك؟ ما عندي غير شغلي الحمد لله. والله بالصيف شلون؟ بالصيف لا نجي الظهريه يعني على الفين نفتح الصبح، ما نقدر هنا شمس قويه نفتح ذاك السايد هيك يعني. جوال؟ اي يعني اشوف لي مكان وافتح فيه. الحمد لله. منين عمي؟ هاني من بغداد. احنا من منطقة الحرية. وضع الحرية؟ حرية زينة، ما بيها اشكال يعني، خدمات بيها زينة ما بيها. يمكن هسه توجهوا للحرية بالخدمات والتبليغ. الخدمات لا خلصوها قبل 4 أشهر، المقرنص كملوا، الاسعار صعدت مال البيوت، البيته بالفرع جوا صعد لان قام يقدر سيارة تفوت. زين. اي خدمات زينة. شوي افضل. احسن. اي. جزاك الله خير عمي. هلا وغاتك. الصحة والعافية. رحم الله والديك. رزق الحلال. رحم الله والديك. تسلم. حياك حياك الله. الكفر والتفاصيل هذول الأشياء اللي الاستهلاكية اللي الناس يعني بطريقة وهي ماشية تقدر تاخذ البضاعة، وبالتالي إنه من الضروري جدا يعني ضروري جدا الالتفات الى هذه الشريحه، هذه الناس اللي وصلوا الى هذا المستوى. يعني انا اقصد انه شبابنا كبارنا كلهم يعانون من موضوعه انه فرصه العمل الصعبه، ويحتاج ان يعني يحتاج الكثير حتى بصراحه من الدوله حتى تنصف هذه الشرائح اللي موجوده من المجتمع اللي تعاني معاناه كبيره. صح. أنا اليوم في جولة يعني أريد أن نرسل رسالة يعني هذا المستوى اللي الاقتصاد اللي يمر به بلد، وهذا وهاي الناس اللي تتعنى إلى هذه المنطقة التجارية وتكون مجبرة أنه تشتري منها ما تشتري من غير مكان، لأنه ارتفاع السلعة وإمكانية الناس اللي أصبحت الآن محدودة. طبعا يباع في هذا المكان يعني البالة، يباع الجديد
اغلب الناس اللي في باب الشرجي يعرفون انه المستويات اللي تكون في هذه المنطقة. لكن الغريب انه ماكو التفاتة جدية لواقع الناس بصراحة، لموضوعات الناس بشكل مباشر. هذه حتى باب الشرجي مو الاولي، يعني ما كان انه اكو مكان نقدر نتمشى به في سنة من السنوات، انه صعب، يعني صعب انه تشوف لك مكان وتتمشى براحتك بالمنطقة أو تتحرك. لكن هسه أصبحت يعني لكثرة المحال، نقدر نقول لكثرة الشنابر بسبب البطالة، أصبحت يعني باب الشرجي حالها حال أي مناطق الأخرى. لكن نقدر نقول رئيسية، نقدر نقول رئيسية، مناطق رئيسية بشكل مباشر. شلونك عمي حبيبي؟ شو أخبارك؟ إن شاء الله زينين. شلون أموركم؟ الله يديمك، الله يحفظك، الله يعزك، الله. لقيته لو ما حصلته؟ والله هسه جاي، والله يدور جاي يدور. شلونكم عمي؟ الله يحفظك، الله يعزك، الله يخليك، الله يديمك، الله والديك، الله يعزك. جيناك بسكوت. أهلا وسهلا بك، يا هلا بك، الله يديمك، الله يحفظك، الله يحفظك، الله يسلمك. باب الشرجي؟ نعم، إي والله. سوقيت بعدك؟ لو معاملة جابتك؟ لا معاملة والله، إي والله. فرصة لو بعد؟ يا بي وصلت لو بعد المعامله؟ والله ان شاء الله راح تخلص، ان شاء الله، ان شاء الله. ايش صار لك بالمعامله؟ بال المعامله وجيتهم الخميس، واليوم ان شاء الله كملوها لي يعني. اي ان شاء الله، ان شاء الله، الله يعزك، راح نكمل. من عم منين؟ منطقه الرئاسه مال العبيدي. الله يعزك، الله يحفظك. وضع المنطقه، وضع الخدمه؟ لا زينه والله، الحمد لله، الحمد لله. صار بها ارتفاع، ارتفعت مو بشكل مو طبيعي اسعار القطع؟ والله يعني تقريبا مو ذاك، يعني مو ذاك الفدناب يعني. نعم نعم، الحمد لله، الله يحفظك، الله يعزك، الله يخليك. اهلا وسلم بك. انا قاطعتك هوايه حبيبي، الله يبارك فيك ويسلمك. شلونك حمي؟ قواكم الله. اهلا وسهلا حبيبي، اهلا وسهلا. والله حلوه، ما ادري حلوات. لا لا مو مال بالله، من يمكن جدد. ايه شلونكم حبيبي؟ الحمد لله، نحمد ولي شكر عيني. الشرجي حلو، كل شيء تحصل. ايه ورخيص ومناسب للفقراء. هو سوق الفقراء. ايه الحمد لله، الحمد لله. شلون اوضحكم عمي، شغلكم شلون؟ نسال الله الصحه والعافيه والستر على بلدنا كل هذا. اللهم امين. والله امنياتك عمي، امنيات كل العراقيين، يعني جبنا العمر كله نتمنى، وان شاء الله نتامل خير ان شاء الله. احنا اهل الخير وبينا الخير ان شاء الله. الله يسهل علينا وتروح هاي الغمه ان شاء الله. اللهم امين. الحمد لله، شكرا. شغلك باب الشرجي لو مره من؟ لا شغلي هنا باب الشرجي. اي والله الحمد لله. مثل ما يقول ابو مصلحه، الحمد لله. هنا يمكن ذيك الجهه تليفونات و تليفونات على ستلايتات، على مال المي، ذني مال المي، المصفي مال المي، كاميرات، يعني من كل شيء، من كل شيء، من كل شيء. اي نعم. شلون اسوقكم هسه؟ والله خير من الله، الكل تشتغل. هاي من شو من هناك، من بين السنك الباب الشرجي، والحمد لله والشكر، يعني كل واحد على اختصاصه. الحمد لله. اختصاصك؟ هاني صباغ مال السيارات محلي جوا. اي والله. هنا اكو حي صناعي لو ما يعني الفرع، اكو حي صناعي يعني صغير مختص، بس سمكره وصبغ بس، فشغل درجه اولى يعني واحد درجة أولى. واحد إيه. لا 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 مشهوده على مستوى العراق، مشهوده. اي نعم، الحمد لله، موفقين. الله يسلمك، الله يشتغل شغله النظيفه عمه إله. كل واحد الانسان النفسه مو الغيره. انا يعني من اشتغل شغله إلي، ما اشتغل لحضرتك، لان إلي مرجعها علي. اذا اشتغل شغله مو زينه ترجع علي، اذا اشتغل شغله صحيحه ترجع إلي. همينه عيني عمو. الحمد لله حبيبي. جزاك الله خير. شكرا بارك. موفقين. انا وسهلا، السلام لك عمي حبيبي، الله يبارك فيك ويسلمك. يعني العمل والمصلحه، المصالح اليوم اختلفت يعني، وصارت هوايه مصالح عند الناس، لكن مستويات مختلفه. الحبيب شلون اقول؟ شو اخبارك؟ قواكم الله. شلون عافيتك؟ هلا بالركاب. الله زين. شلون باب الشرجي؟ قاعدين ساكنين والله.
اي بالله. طاب الشركي هاي العالم كانت كان قديم ايه الحمد لله. بلبين تحياتي لك وردي، تحياتي لك يا طيب. الله هذه والله مشكله، يعني مشكله انه وضع الناس وصلت الى هذا المستوى. يعني هو الحق لهم صراحه، لكن انا ابدا ما نقبل ب يعني بتجاوز على اي شخصيه كانت، لكن نحكي بالمنطق، نحكي بالقانون، نحكي بقوه، ما نخاف، لكن ما نريد يكون اكو تجاوز على اي شخصيه كانت، سواء يعني قدمت او ما تقدم شيء يعني. فالتجاوز ابدا مرفوض يعني في برنامجنا، وتحديدا في برنامج واحد من الناس. عموما هو راي الناس هذا اللي موجود الان بشكل او باخر عن آلية عمل موجودة في هذه المنطقة، في هذا السوق تحديدا، وكل الإمكانية اللي تكون يعني في باب الشرجي. يعني نسولف على باب الشرجي، اكيد اكو آلية عمل يعني تخصهم، لانه تقريبا هو يفتح بالأربعة بالخمسة العصر، عفوا بالصبح، وينتهي الساعة بالثنتين بالوحدة ونص ينتهي. يعني تحس انه اكو سوق انتهى، وصل الى مستوى انه تعزيله. لذلك نشوف يعني حتى ما كانت اكو محال تجارية تتوقف في هذا الشكل، الا ما ندر انه نشوف هذا الحركة اللي موجودة الان. يعني بشكل او باخر اذا تلاحظ بهذا الاتجاه زميلي علي، شلونك عمي حبيبي؟ شو اخبارك؟ السلام عليكم عمي. شلون عافيت؟ ان شاء الله زين. يبارك فيك. شلون امورك؟ يحفظك. مرتاح ان شاء الله. اغاتي. خليناك تقلب على راحتك. ها. شو صح؟ الله يبارك فيك. يلا زين. الله يحفظك يا طيب. الله يحفظك. يوم باب الشرجي. ان شاء الله. جولة، مشترى، معاملة. والله شوه مراجعة على ابواب تقاعد. اي اي. يا الله. ان شاء الله. الحمد لله عليك. الله يبارك فيك، الله يحفظك. قدمت خدمة. تقريبا 48 38 عفوا 38 الحمد لله. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يبارك فيك، الله يحفظك. دائرة زينة عاد، حسبت لكم حساب لو. الحمد لله. الحمد لله هذا اللي قدمناه وهذا اللي. هسه التقاعد يمكن الناس اغلبها من تسمع بموضوع التقاعد. شوية يصير ردة فعل، لأنه يقل الراتب، معاناة بثانية، نهاية خدمة ماكو، ممكن ما ينطوك إياها، يعرقلوها، هذه المشاكل. تأخيرات. المعاملة. اي تقريبا هاي شويه معضله، خاصه احنا بعمرنا هذا وارتباط وعائله كبيره، فيعني هذه تعرف تاثر علينا على الدخل. اي والله الحمد لله. كملت معاملة؟ لا والله بعد بدايه الطريق بعد. اي تعرف فقيت. اي حاليا يعني من الناس اللي يستلمون رواتب فوق 700 لو راح يكون ادنى من. والله تقريبا يعني ادنى من هذه. اي هي 700، ولحد الان ما نعرف شلون راح يصير لهذه، يعني احنا طلعنا قبل القانون، قبل يعني السن القانوني. اي كانت 63 بقتها، هسه صار 60، فتعرف هذا هم فارق. اي فارق بالخدمه وفارق بالراتب. اي الله يكون بالعون. الله يبارك فيك. تنطونا مساحه للشباب. والله يا ريت، احنا يا ريت، احنا فعلا شعرنا بهذه، بس ما نشوف على ارض الواقع شيء. على ارض الواقع ماكو شيء. بالضبط تمام لولا قاعد نشوف هاي المظاهرات والشباب ذولا محاضرين بدون رواتب. زين من طلعت هاي الشريحه قبل القانون، زين غير تخلي مقابلها هاي الشباب، هاي خطيه قدمت وشهادات، غير المفروض تحل محلك حتى تحس انت تقول اعطي مجال للشباب خطيه هذه. بس ماكو شيء. احنا طلعنا وماكو تغيير، يعني ماكو مجال للشباب. جوائركم راح تبقى مكاناتكم فارغه مثلا؟ لا ما تبقى فارغه المكانات، يعني تنشغل، بس يعني المفروض شباب تحل محلنا شباب. تمام لولا. دائره مثلا الدوائر الحكوميه تقريبا ايش قد نسبه ال، يعني ما نقول احنا كبار السن بعدكم شباب، بس ايش قد العدد ممكن اللي مقبل على التقاعد؟ مقبل على التقاعد والله عدد لا باس به. الدائره الواحده انا خلال شهر يمكن حدود اربعه. اي اربعه من الوزاره اللي انا بيها خلال شهر، هذا الشهر اللي انا الكبير والوزاره. الوزاره كل وزاره بيها. اي وزاره حسب ما فهمت ثاني هذه اربعه وياه نفس هاي بشهر 12. انا مفكيت يوم 3/12، لقيت ثلاثه ايضا قبلي معاملاتهم مروجيه. وبعد
واحتمال بعد يعني هي تعرف هذا على تاريخ الميلاد، على ميلادك يا الحمد لله. اشكرك، الله يبارك فيك، كل هالبي الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله خير يحفظك، يبارك فيك. اشكرك عمي، حياك الله. هذه يعني حبيبي حياك الله عمي، شلونك؟ شلون عافيتك؟ ان شاء الله زين. شلون احوالك؟ لا ليش، احنا زاغروس فضائية كردية عربية، بس احنا ناس بنص بغداد بعد. شلونك عمي؟ شو اخبارك؟ امرنا حضرتك ملاكم؟ لا انا بطل العراق من الاساء. ما شاء الله حبيبتي، الله يحفظك. يا سنة والله على مر السنين. اخر بطولة توجت بها حياة الرياضية 2019 مال الماستر، بطولة العراق. اي مال الماستر، وانا بعمر 58 اخذت البطولة. ما شاء الله والله، ما شاء الله حلو. لكم فرصة هسه يعني فرصة بموضوعة الرياضة لو الوزارة كوزارة؟ والله شوف هسه يعني اكو ابطال دولة جوجستو والكوكنشا ياخذون ابطال اوسمة عالمية ويحصدون مو سام وسامين، سبعة وثمانية، ومن يجون ما حد بحالهم ولا حد يقدرهم ولا ابد ابد ابد. يعني ذاك اليوم جماعة ناخذ بطولة اسيا ولا واحد استقبله، قبل اخذوا اسيا واحد من جماعتنا وزير الشباب السابق احمد ما اعرف شنو شو اسمه، لان ذول الوزراء بالجمله كل ست اشهر تبدل وزير. اعطاه كيلو بقلاوه، والله العظيم طلع بالتلفزيون وحكى كيلو بقلاوه. هذا واقع حال، هذا واقع حال نعيش يعني. حرامات، احنا عندنا ناس رياضيين على مستوى عالي يعني قدموا شيء. يا روح عباس الهنداوي الله يرحمه مات ما حد بحاله، روح شوف عزيز مظلوم، اسماعيل الخليل حتى صار بي هذا الباركنسون شل الرعاش ما حد بحاله، مع الاسف، لان ذولا مو اهل، هذولا مناصب صدفه، دخلاء على الرياضه ودخلاء على كل شيء دخلاء. عندكم برنامج من بالعون موضوع الرياضه لازم نسولف فيه، لانه موضوع مهم، اصبحت الناس اليوم تتوجه للرياضه. يعني شوف هسه انت هاي خليجي 25، يعني هاي احنا نكيف تصير عندنا حتى تنعادل الصوره البهيه الرياضيه للعراق البهي الرياضي اللي حصد بطولات. قبل الخليج كنا احنا ناخذ اسيا ونصعد اولمبياد ونصير قريبين من كاس، وصعدنا كاس العالم. يعني شوف هسه قطر ما صعدين كاس العالم، التنظيم خلاهم يصعدون كاس العالم. احنا بال 74 كنا قاب قوسين او ادنى، احنا مباراتنا الاخيره مع استراليا كانت حاسمه. فهسه هاي بطوله الخليج من راح تصير، احنا كيف راح تصير عندنا حتى ترجع الصوره البهيه لبلدنا ورياضتنا. بس يا اخي نخاف من التنظيم، نخاف من الامن، نخاف من الامان، نخاف ذول العالم اللي سعوا ان يقيمون البطوله عندنا وافقونا، نخاف نعكس نظره مو زينه. ليه؟ هذا كله عدم ثقه، هذا كله عدم ثقه، لان انت في وضع ما مستقر يعني. اي فرياضتنا مهزوزه بالعراق من جميع النواحي بشتى اختصاصات، مع الاسف. شوف الدوري لا ضبط لا ربط، الجمهور متى ما شاء ينزل للساحه، المدرب يتعارك ويا الشرطه، اللاعبين يتعاركون ويا الجمهور، يعني فوضى عارمه. ما في يوم يعني ممكن تتحسن الصوره؟ والله شوف اذا اللي يحسن الصوره، شوف احنا العراقيين الرياضيين، احنا العراقيين خلينا نحكي بحقيقه لا نجامل، احنا تعلمنا على الحسم، على الحسم والقوه. اليوم اذا ما تجيب مسؤول حاسم وما يجامل وحدي ما ينجح في كل شيء، ما ينجح. شوف هسه السوداني اول ما اشتغل على الفاسدين، ولو انا ما احب اي سياسي بالعراق، ما احب مع اعتزازي كل الساسه وجمهورهم، اول ما اشتغل على اساس اخذ له واحد اثنين راسين صعدوا الدولار، ربكوا السوق، اكسوا شغله على السودان. فما هذا العراق اذا ما يجي حاكم قاسي ما يصير ابد. هاي هو ذاك اليوم نفس هذا القاضي فاق زيدان قال الوضع البرلماني فشل ذريع بالعراق، فاحنا بحاجه الى حكم رئاسي. طبعا العراقيين كلهم يريدون حكم رئاسي، بس للاسف من هذا الرجل من تطرق لهذا الموضوع كل الافواه صامته، ما حدا يده، ما حد. يعني انتم التشريعيين تداعون بحكم رئاسي، هاي جتكم فرصه، هذا اكبر رئيس سلطه ده يحشي يقول نطالب بحكم رئاسي، طلعوا ايدوه. انتم اهل الشان الكبار، رجال الدين الكبار، انتم شيوخ العشائر، زعماء القبائل، زين ها؟ اي كلها ساكته،
يا اخي اليوم وطنيه ماكو، اليوم مذهبيه، اليوم محسوبيه. وشوف الجمهور شلون وصل، بقى عديم الثقافه، عديم الذوق، لان احنا عندنا جمهور من 2003 لحد الان صار عمره 20 سنه، دول ما تعلموا على ثقافه، على قوه، على رادع، على واحد يثقفهم يعلمهم. عاشوا في زمن فوضى، يعني الراد هسه بدل الجيل كامل. يلا نرجع للوضع. حبيب كابتن، انا اشكرك، انا سعيد، اتمنى لك قناتكم وشخوصكم الراقيه التوفيق حبيب قلبي. طيب. شكرا لك. سلام كابتن. يا طيب الحبيب الان هذا طالع يا حبيب. حياك الله. الله يبارك فيك ويسلمك ان شاء الله. الساعه بالتسعة يعرض، وبالاربعة يعاد، وب12 بالليل يعاد. موجود واحد من الناس. حياك الله. هذه الصوره طبعا اللي تلاحظوها طبعا اكثر الناس بشكل مباشر، الناس تحكي عن قضيه العمل السياسي، وتحكي عن قضيه الاراده السياسيه، واكيد الكل الان من يكون بموضع بهذا الشكل هو حديث الناس، يعني حديث هذا صوت الناس، ولازم تاكل يعني تاخذ بيه الدوله تستمع منه، يعني حتى اذا ما تستمع كل الصوت خل تستمع الى ابسط الاحاديث اللي يتحدثون بها المواطنين. هذا يدل على انه بصراحه ارتباك الواقع السياسي، الواقع الخدمي، الواقع الامني، وعدم استقراره يولد لنا هذا الصوت اللي الان استمعتوا الى كابتن، يعني يقول حصلوا على جوائز عالميه وما حد بحالهم، ما حد استقبلهم، وذكر انه لاعب حصل على جائزه اسيا بطل اسيا، وزير الطاكل وبقلاوه، هذا حسب كلامه. يعني هذه كارثه، يعني هذه كارثه من توصل الى هذا المستوى، يعني جدا صعب القضيه، جدا صعبه، ابدا مو سهله. قواك الله عمي، شلون عافيتك؟ ان شاء الله زين عمي، الله يديمك. خلنا نسولف وياك شوي يا عمي، قواكم الله، شلون عافيتك؟ الله يبارك فيك. انا من اسولف شغلتي غير شكل. خيرك عمي، قول. الله يديمك، اولا قواك الله وعساك ما تعبان. لا تو الحياه كلها تعب، ما بيها صح. الحمد لله على كل حال. على كل حال نعم. حلت مشكلتكم مال التثبيت لو بعد؟ بعدها مراوغه بين الماليه والامانه وماكو نتيجه. وانتم الضحيه. واحنا الضحيه من زمان. انا صار لي 11 سنة وعندي شهادة وكل شيء ماكو. شهادتك شنو؟ إعدادية أنا. زين. محاسب أنا. كمل إعدادية. كمل إعدادية وخريج وأكتب حتى سياسة دولية، هذا الظرف كله اللي مر بالعراق أعرفه قبل ما يصير. والله بس شنو الوضع؟ ماكو. يعني وين كمل دراستك؟ وين وصلت بيا مرحلة الدراسة؟ سادس إعدادي. إعدادي وقفت يعني. إيه. وانت طورت نفسك بقراءه بالطلاع؟ قراءه والطلاع، وانا شفت سابقا ابي جرايد ومجلات. جيد. مو بس هيجي سنه والله. انا ابويا من الستينات لحد قبل 2003. ابي جرايد ومجلات واقرا دائما انا، مو هيجي. الحمد لله. ويعني الفكره اللي اقولها صحيحه تطلع. هسه نرجع لمشكله الامانه وتفاصيلها، لانه انتم عددكم تقريبا ما له علاقه العدد. ما له علاقه العدد عمي. واحد 110 ملايين 100 مليون هو العامل ادى شغله بصوره صحيحه وفق القانون ووفق العمل والحياه. لكن احنا بالعراق ما عندنا قانون، لان هم اللي يطبقون عليك القانون هم اصلا خارجين عن القانون في تكوين الدوله. مع كل الاسف انه احنا وقعنا بناس اميه وماكو رجال تاخذ قرار صحيح. وخلف الله على عادل عبد المهدي اللي طلعنا احنا من وحل الركام، يعني بقرار 315. بس النتيجه شنو؟ واحد يذبح على الاخ، واحد يذبح على الاخ. الان ما محسوم، ما محسومين. انتم مثبتين وشايفين وضعكم. كل شيء ماكو. كنا طايفين، وشنو السبب ما تعرف. الامين شو يقول والله؟ الامين يقول انا وياكم. المالية تقول أنا ما عندي، زين فلوس النفط وين تروح؟ ها؟ واردات الضرائب وغير الضرائب وين تروح؟ الله يكون بعونك عمي. الله يكون بعون العراق كله. الله
الله يبارك فيك ويسلمك حبيبي عمي. السلام عليكم حبيبي، شلون قلبك؟ شو اخبارك حبيبي؟ هو ما عطلناك. لا يا ابا احنا الصحواده من العراق. حياك الله. شلونك؟ والله قلبه صار هكبر من والله شنو؟ 250 لا هيك ولا هيك. وتلزمون واجبات بعدكم؟ واجبات عنا حق الجيش والشرطه والله 205 يعني ما يكفينا شهر ما يكفي. طلعت ظاهرته قبل كم يوم؟ ظاهرنا اي بال يم الماليه ما كلش ما فايد. اي والله قبلها ما ظهرت يم الماليه. يم الماليه ظهرنا ولا مساعد اساس طيف ما رحنا لا الدفاع لا زين. تلزمون واجبات حكم حال الداخليه. واجبات حنا احنا بندفع على وزاره الدفاع زين. ماكو حالنا حال الدفاع واجبات مستمرين لحد الان وراتبنا 205 ما يكفي. اي والله الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم بس كلامنا ان شاء الله. جزاك الله خير. طيب جزاك الله خير. بالسلامه بالسلامه يا حبيبي. الحبيب عمي ترى انا بويش انا اكتب سياده دوليه ترى مو شغله اعتباطيه شيء موجود زين. انا عمي ما اريد يعني ما اريد اعطلك عن شغلك و... لا لا واتعبك بس انا اقول جزاكم الله خير. الله يخليك. قدمتوا خدمه وما شفت تقدم. انا صار لي 11 سنه اكو واحد 11 سنه ما مثبت ماكو شيء بالعالم ماكو. هو قانون العمل شو يقول؟ يقول 6 شهور يصير ملاك. انتم مسوين عقود داخل الامانه؟ طبعا عقودنا رسميه وعلى اساسها تصرف الرواتب. لا شلون؟ وقرار 315 ينص على انه عنده 5 سنوات خدمه اجور يوميه حتى يتحول الى عقد. العقد كان مده سنه ونص يتحول الى ملاك. هسه صار لي 4 سنين من 2019 لحد الان. الله يكرمك. وشنو النتيجه؟ شنو النتيجه؟ هذا الصوت غير هذا الصوت اللي نوصل. هو احنا نريد اريد 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 نوصل الى قرار انه رجل يتخذ قرار يصلح موقف ناس. الحكومه شنو فائدتها؟ تؤدي واجباتها حتى الشعب يؤدي تجاه هم واجباته. منها مثلا يدفع ماي، كهرباء، ضرائب، اي شيء اخر. زين اذا احنا كل شيء بدنا نشوفه من الحكومه طبيعي ما راح يصير شيء. هاي وحده. وحده ثانيه يقولون احنا منتخبه. انتم مين المنتخبين؟ حتى لو منتخبين هم الناس ملتكم من الكذب. حبيبي عمي تحياتي السلام لك يا طيب. الله يبارك فيك ويسلمك. هذه يعني الرساله اللي قدمها الحجي بصوته بكلماته. الغايه والغرض انه انا بصراحه عارف بقضيتهم وسالت عن قضيتهم لعده ايام ولعده فترات تواصلوا وياهم مستمر. اجور وعقود امانه العاصمه ومثل ما تلاحظون الحديث اللي دار بيناتنا يعني 11 سنه وبهذا العمر يعني المفروض يعني تعطونا مساحه شوي. هذا يحس انه هو عنده يعني قدم شيء والدولة قدمت له هذا الشيء يعني ردت الجميل. وبالتالي انه حتى في يوم من الايام يذكر انه هو قدم لهذا البلد وقدم لهذه الدائرة الحكومية شيء ويستمر على تقاعد يستلم منحة يستلم. فما ممكن يعني الصحوات ابناء العراق ايضا هم موضوعهم والله غريب عجيب يعني وصلوا للوزير وبقتها وزارة وتحدثوا عن قضيتهم ومشكلتهم. وللأسف يعني غريب يعني هذا الصمت اللي تجاه الناس وتجاهلها مو بصالح الدولة أبدا مو بصالح الحكومة مو بصالح الدولة ومؤسساتها. أنا من يطلعون عندي مجموعة يعبرون عن رأيهم أستمع لهم أشوف قضيتهم وين شو يريدون شو المطلوب. بالتالي حتى ما تصير قضية تراكمية. القضية التراكمية أبدا ما تحل مشكلة راح تأزم الموقف وتأزم المشكلة وتزيد بلة للطين. يعني هذه مشكلة أساسية لازم الدولة تنتبه لها لقضية أنه أصوات الناس لازم تستمع لها. عموما احنا هسه بجانب والجانب الآخر أيضا هم يعتبر باب الشرجي باتجاه السنك ومعروف هذه المنطقة من الجانب التجاري من الجانب العملي من الجانب المؤسساتي. أغلب الدوائر الحكومية اللي موجودة في هذا المكان بشكل أو بآخر. حبيبي عمي أيضا الجانب التجاري لازم
نسولف فيه بقضية عمل المواطنين اللي يعملون في هذه المناطق. أيضا سبق وتحدثنا عن إمكانيات الدولة لتوفير يعني لتوفير قضية الإعمار، لأن هذه المنطقة تعرضت للكثير من الأمور في تظاهرات تشرين، البعض منهم خرب، البعض منهم أضاف لمسات فنية بهذا المكان، البعض منهم يعني حسب كل واحد وما قدم في هذه المنطقة وما قدمته هذه المنطقة من صور لا زالت عالقة في ذاكرة العراقيين، والجميع يتفق على أنه كانت التظاهرات في وقتها الأول كانت سلمية وكانت تقريبا أو متفق عليها الشعب العراقي يتفق عليها، لأنه لا بها انتماء ولا بها أيضا قضية تخريب أو قضية تؤثر على الدولة. كانت الناس طالبة متطلبات حياتها اللي تعيشها، وبشكل أو بآخر أرسلت الرسائل من ساحة التحرير، وهذا الصوت اللي وصل إلى أكثر بلدان العالم سمعته، أنه تظاهرات التحرير اللي للأسف راح ضحيتها العشرات ودون حقوق، يعني أغلبهم دون حقوق عموما، وعشرة أو بل مئات المئات منهم من يعني ما حصل على كل متطلباته اللي طالب بيها. خذ راحتك حبيبي. هذه الصور وهذه اللقطات من داخل الباب الشرجي في بغداد، وتحديدا باتجاه ساحة التحرير، بين ساحة التحرير وساحة الخلاني. ومثل ما تلاحظون يعني الناس اللي بهذه المناطق دائما يكونون من الناس اللي أغلب وقتهم عمل، وتحديدا عندهم مصلحة العمل في هذا المكان، بهم قدامة، بهم ناس وصلوا إلى مستويات متقدمة دراسيا علميا، ولكن للأسف وصلوا إلى مستوى بسبب الظروف اللي حكمتهم أنه يكونون بهذا الشكل، يشتغل في باب الشرجي والأغلب بهم محافظات. هذا يدل على أنه لابد من إيجاد فرصة، لابد من إيجاد أو إعطاء حقوقهم، التفاتة إلهم، لأنه أغلب الناس الآن اللي تمر بهذا الظرف الصعب اقتصاديا، الظرف اللي يؤذي الناس اقتصاديا، ترى اقتصاد من ينضرب لا مشكلة تتفاقم وتصير أكبر مما نتصورها. لذلك لو نشوف يا زمن العراق أنه يلبس باله، لكن الظرف اللي حكم المؤسسات اللي أصبحت يعني تؤثر على قيمة العراقي بصراحة، بعض المؤسسة الحكومية اللي ما ترعى حقوق الناس طبيعي تصير ردة فعل عند الناس، و يكون بها قضية يعني قضية ضغط، ولابد قضية الدراسة، قضية التعليم بشكل عام، قضية الصحة، قضية التأمين، قضية البطاقة التموينية، قضية النفط، قضية حقوق الإنسان، هو عدة قضايا ممكن نسولف فيها، لكن من اللي يستمع، من اللي يطبق، من اللي يلتفت لهذه الشريحة؟ لازم المؤسسة الحكومية تقوم بدورها أنه هي جزء من هذا الشعب حتى تحس بمعاناة الناس. هذه الصورة طبعا كابتن أبو حوراء، هذا واحد من اللاعبين. أبو حوراء السلام عليكم. هاي الصدفة الحلوة اللي شفناك فيها، شلونك حبيبي؟ كيف اخبارك؟ شلونك؟ شلون صحتك؟ مبارك. شلونك زين؟ حبيبي حمود. شلونك؟ والله ارتاح ان شاء الله. الحمد لله. شلونك ابو حوراء؟ والله الحمد لله. مختفي والله. والله كنت مسافر ومريض فترة، دخلت المستشفى.
الله يسلمك. الله يديم ويحفظكم. آه محوركم والله اليوم الرياضيين هواية التقيناهم، سولفنا عن الرياضة بشكل عام وسولفنا عن بشكل خاص عن الرياضة اللي العراقية تحديدا، اللي صار بها اختلاف، اللي صار بها صارت بها معاناة كبيرة في زمن كانت منتعشة. يعني شنو اللي وصل إلى المستوى؟ إدارة، تخطيط، اتخاذ قرار خاطئ. السلام عليكم. الرياضة العراقية ما بعد تغيير عام 2003 للأسف الشديد أخذت منحى آخر لأسباب متعددة. أولا الوضع السياسي تدخل في كل الأمور، القطاعات الحياتية ومنها الرياضة. يعني إحنا عشنا حياتنا كرياضيين كحكام وصحفيين رياضيين، ما في يوم من الأيام كانت المناطقية حاضرة في التحيز لفلان على حساب فلان كونه من منطقتي أو من طائفتي أو من عرقي. لا، الرياضة رسالة إنسانية عالمية أممية فوق كل الميول والاعتبارات. لكن للأسف الشديد هذا المشهد المقرف هو اللي حاضر الآن، وأعزوه إلى سبب أنه أصحاب القرار كل اللي اتوالوا على مسك زمام أمور القرار الرياضي في العراق بعد 2003 للأسف لم يكونوا مؤهلين. أي نعم، لم يكونوا مؤهلين لقيادة المفصل الرياضي أو الوصول إلى إنجاز سوى بعض الأشياء اللي كانت حاضرة نتيجة ظروف موضوعية. يعني العراق ما معقولة، يعني هسه احنا خلينا نقول في عصر الحرية وفي عصر الانفتاح وعصر تقديم كل الأشياء، يعني لازلنا على الوسام اليتيم للراحل المرحوم عبد الواحد عزيز. ما قدرنا نحقق لنا فد إنجاز، أو ما قدرنا نصنع بطل أولمبي، أو ما قدرنا نصنع أي إنجاز فردي. إضافة إلى ذلك أنا أرجع وأعيد أنه الرياضة أصبحت جزء من العملية السياسية المحصصاتية، فلان محسوب على فلان، فلان على فلان، والكثير من أصحاب الشأن انهضم حقهم وتهمشوا وأقصوا وما أخذوا استحقاقهم، لأنه ما كفد خيمة يستظلون بها حتى هي اللي تحميهم وتدفعهم إلى الواجهة. للأسف الشديد احنا نرجع ونقول، وارجو انه هذا كلامي لا يزعل البعض، لان البعض من اصحاب القرار هم اصدقاء واخوان النا، لكن للاسف الشديد ما قدروا يحققون او يقدمون اي شيء للرياضه العراقيه. للاسف. ابو حراج جدا ممتن. شكرا. حياتي عزيز. سعيد جدا بشوفتك. عزيز 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 هلا. السلام. نعم مشاهدينا الاحبه، طبعا انا اختصرت الموضوع ويا كابتن ابو حوراء لقضية أنه الرياضة وتراجعها، والرجل رياضي قديم وأيضا واحد من الصحفيين القدامى التخصص الرياضي وأيضا حكم، يعني دار هذه الأماكن وعرف أنه يعبر ما في داخله لقضية الرياضة تحديدا. بكل مفاصل المؤسسات يقينا لم تقدم شيء يقينا، ولذلك انه استمعوا الى هذه وجهات النظر المطروحه، عسى انه تقدموا شيء. تقبل ودي واحترامي انا ومحدثكم احمد ركاب والزملاء اللي رافقوني اليوم بهذه الحلقه، الزميل المصور علي الفلاح ومساعد المصور مصطفى حسن. نشوفكم مباشر بخير وسلامه وواحد من الناس يومين عزاك رسيف الساعه 9 الصبح ولعاد الساعه 4 العصر والساعه 12 بعد منتصف الليل. الى اللقاء.